20 مليون لهم حق التصويت في المرحلة الأولى، أن عليه النزول من منزله، عليه النزول من شغله. احنا النهاردة محتاجين حضراتكم النهاردة بتقولوا كلمة ورأي حضراتكم عشان بلدكم العظيمة. انزل يا مصري، انزل يا مصرية، كل مواطن مصري له صوت، عليه النزول استجابة لنداء الوطن، وليس استجابة لأي أحد آخر، ولكن هو نداء الوطن ينادي حضراتكم بالنزول للتعبير عن رأيكم. اختار مرشحك في الدائرة التابع لها صوتك، اختار قائمة، اختار مرشح أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. عند حضرتك كل رجال القوات المسلحة موجودين، عندنا 185 ألف من رجال القوات المسلحة ينتشروا أمام اللجان، ومعهم أيضا عدد الآلاف من رجال الشرطة أيضا ينتشرون أمام كافة اللجان. هناك تأمين على أعلى مستوى أيضا، وليس في 14 محافظة، ولكن تأمين لجميع محافظات مصر، كل المنشآت الحيوية تحت الحماية وتحت المتابعة من جانب الجيش والشرطة. إذن لا مشكلة على الإطلاق النهاردة إن شاء الله. بنحاول البعض طبعا محاولات هنا ولا هنا، انزل حضرتك، عندما تنزلوا بالملايين هتدحر اي دعوات للمقاطعة. رد على اللي دعوا بالمقاطعة او محاولات المقاطعة، ردوا عليهم في الصندوق، ردوا عليهم بالاحتشاد امام الصناديق، ردوا عليهم بالنزول بكثافة، رد على كل هؤلاء الذين يتآمروا عليك ويتآمروا على البلد ان حضرتك لا تخشى ابدا، وانه حضرتك ما خفتش وانت موجود النهارده عشان تقوم بالإدلاء بصوتك في اللجنه المخصصه. اعرف لجنتك دلوقتي على طول قبل ما تنزل من بيتك.